فنستأنف حديثنا بحول الله مع كتاب الله جل وعلا تتبعا لعلامات الطريق الموصلة إليه، تتبعا لعلامات الطريق الموصلة إليه جل وعلا. على هامش تفسير أبي إسحاق الطبري رحمه الله وقفنا على مشارف قوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية العلامة، وأي علامة؟ هي من الآيات الدالات بحق وبصدق على أن هذا القرآن هو من عند الله حقا وصدقا، وأنه رحمة فعلا للعالمين. رحمة، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سخر الكفار ويسخرون قديما واليوم، واستهزأوا جهلا منهم واستكبارا بقضية النسخ في القرآن، كيف أن الله عز وجل أنزل آيات فقرئت وتليت ثم رفعها، وأنزل أحكاما فطبقت ثم ألغاها. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يمحو ويثبت سبحانه وتعالى. فبين لنا حكمة ذلك بهذا النص العظيم، وجعل لنا فيه فائدة تربوية إلى يوم القيامة. يعني هذه الآية في كتاب الله، ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، أفادت أهل التربية من العلماء الربانيين الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد ترجم لهذا المعنى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال ابن عباس، هذه ترجمة ديال الإمام البخاري، وقال ابن عباس: الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، رضي الله عنه وعنه. وابن عباس وهو ترجمان القرآن إنما استفاد ذلك من كتاب الله لا شك قطعا، ثم مما علمه إياه سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليس الله جل وعلا قدير على أن يلزم الناس بحكم ابتداء؟ بلى، ولذلك جاء هذا المعنى مباشرة: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بلى بلى، هو على كل شيء قدير، زعما ولله المثل الأعلى، ربي تعالى زعما محنو بنادم سبحانه وتعالى وغلبوا أنه يحكموا بواحد الحكم من البداية ويحرم عليه الخمر في خطرة واحدة، ما يدلوش هذاك الترتيب المعروف في النسخ في قضية الخمر. مرة سماها سكرا وجعلها مقابلة للرزق الحسن، تأخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مرة فقط بيّن ما فيها من سوء، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يصرح بالتحريم. بعد ذلك ضيق مجال شربها وقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك وبعد ذلك بكثير حرمها، فأنزل آية التحريم القاطع: إنما الخمر والميسير والانصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه. والنهي للتحريم قطعا بدلالة اللغة في الآية وبتواتر العمل، تواتر العمل القطعي من رسول الله وصحبه إلى يوم الناس هذا. خطر ببالي خاطر قبل أن أرجع إلى قضية النسخ، شي مرة بعض المجالس كتسمع بعض الناس أحد أمرين: إما شيطان ولا جهل. مع الأسف، ومع الأسف حقيقة أن يكون مثل هذا الجهل اليوم بين المسلمين، يعني اللي كيحاول يشكك في تحريم الخمر، هذا أمر خطير جدا، صعيب 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 صعيب. كيف صعيب؟ مع الله، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة ومما لا يجوز للمسلم جهله. ما عندكش الحق ما تعرفوش، مسلم كتشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندكش الحق ما تعرفوش هذا الحكم الشرعي. يعني هذه القاعدة اللي كيقولوا فيها لا يعذر أحد بجهله للقانون، عندنا في الإسلام كتطبق في مجال وما كتطبقش في مجالات أخرى، مش على العموم، لأن هذيك فيها تكليف ما لا يطاق فعلا. كاين أشياء اللي طبيعي بنادم ما يعرفهاش،
فما جهله في منطق الشرع ومنطق العقل ومنطق الأرض ومنطق الكون ومنطق الكون. حاجة ما كتعرفهاش مين كيش تحاسبني بها؟ ما كنعرفهاش، تحاسبنيش بها، خبرني ونعرف ديك ساعة حاسبني. هذا منطق الأشياء، يقول اللي بغى يقول القاعدة القانونية، منطق الأشياء ومنطق الطبائع، خدموا يعني بلغة الأرض ولغة القوانين بحال القانون الجاذبية. يعني مكنش تحاسب شي حاجة أجهلها، لكن كاين أشياء اللي ما عندكش الحق تجهلها. واش ما عارفش بأن أنت كاين المعلوم من الدين أو من الحياة بالضرورة؟ ما عارفش بأن بنادم كياكل ويشرب؟ ما يمكنش. ما عارفش بأنك كتطلع النفس وتهبط النفس؟ ما يمكنش. إذا كاين معلومات ما تقوليش ما عرفهاش، مستحيل مستحيل ما تعرفهاش. المستحيل هو الذي لا يمكن تخيله ولا تصوره، هذا هو المستحيل، يعني ما يمكنش يطيح حتى على البال. هذا كيسميه علماء المنطق مستحيل، حال تصور خيالك الحاجه كاع اللي يمكن لك تخيلها، واخا ما كايناش، واخا ما كايناش يمكن تخيلها، كيسميه الممكن. بحال غادي تخيل واحد بنادم دار هكذا بيديه شويه ولا طاير في الهواء، عمره ما كانت، ولكن تخيلها، قادر نتخيلها، الخيال موجود. ولكن تخيل بنادم ميت وحي في نفس اللحظه ونفس المكان ونفس الزمان، ما تقدرش، الخيال ديالك ما يجيبهالكش. وحاول اوجعك دماغك، لانه الحاله اللي تبدا تجيب صوره الحياه لذاك الانسان كتمشي الموت بحالها، لان الحياه لها لوازم، الحركه ويعني والتنفس عندها لوازم. فلما كتجيك لوازم الحياه مستحيل تجيب لوازم الموت، ولما يجيك البالك لوازم الموت ما تقدرش نهائيا بخيالك وتحضر راسك داخل الذهن ديالك ما تقدر تجيب لوازم الحياه. كأن تتخيل الشمس مشرقة على جدار في نفس المكان ونفس الزمان وفيه الظلام، مستحيل الصورة ما تجيكش للبال. إذا جاتك الظلام كتمشي الشمس، جات الشمس كيمشي الظلام، لا يجتمعان. يسميه في المنطق الثالث المرفوع، وهو ما لا يمكن، ماشي ما لا يمكن وجوده، ما لا يمكن تخيله. كاين معلومات، معلومات لا يمكن تخيل جهلها، يعني نتخيل ما عرفهاش ما يمكن. أنا ما نقدرش نتخيل واحد يعني كي يأكل ويشرب وكيقول يعني ما موجودش، ما عارف راسه كاين، كيف هذا؟ ما يمكن. كيسميه المعلوم، المعلوم الضروري، وفي الدين عندنا بحاله كنسميه المعلوم من الدين بالضرورة. المعلومات الدينية العامة بنادم كيعرفها وما يعرفهاش، والناس في ذلك مراتب، وكيتقال فيها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ويمكن بنادم يجهل وربي تعالى كيغفر بالجهل، هذه كيغفر بها بالجهل. الإنسان ما عارفش، والجاهل حتى يعلم، رفع القلم ها واحد، هذا دليل عن ثلاث من بينهم، والجاهل حتى يعلم. لكن علماء أجمعوا إجماعا على أن أحكام الشريعة الكبرى من الأصول العقدية والأصول العملية لا يجوز للمسلم أن يدعي أو أن يزعم أنه يجهلها، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب تقول لي ولا جهلها؟ إلا جهلها إذا الإسلام ديالو فيه نظار، لأنه قال معلوم من الدين بالضرورة. زعما كونك مسلم، كونك مسلم يقتضي 100% خصك تعرف هذه. إذن ما كتعرفهاش هذه كونك مسلم عليه علامة استفهام. مسلم وما كنعرفش لا إله إلا محمد رسول الله، ما يمكنش. وما تقوليش مسلم، ما تجمعنيش بين أمرين لا يجتمعان في خيالي، ما نقدرش، ما يركبوليش في دماغي. هذا منطق العقل ومنطق الطبائع. إذن الأحكام التي تواترت بها الأمة، يقول لك لواها القرآن ما صرح شيء بتحريم الخمر، هذا عبث، هذه سخرية بالعقول، يعني يبغي بنادم يحمقك يضيع لك الوقت ويخسر لك القناة ديالك. راه هذا النوع كاين ديال بنادم، ما تضيعش مع الوقت، ما تضيعش مع الوقت نهائيا، بدل ساعة أخرى لأنه بغى يلعب. وإلا اكتشفت حقيقة أنه جهل هذه الحقيقة، خصك يعني كيفاش دير معاه يجدد الإيمان ديالو بالله، يعني كيفاش يدخل الإسلام. هذا الواقع مع الأسف، لأنه ما عندوش الحق. كيسميه ما لا يسع المسلم جهله، ما عندوش الحق ما يعرفوش. الدين ديالنا الحمد لله فيه العدل، ما يقول لك شيء لا يعذر أحد بجهله القانون مطلقا، لا، هنالك ما تعذر بجهله وهنالك ما لا يجوز أن تعذر بجهله. تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم أشياء اللي مقطوع من الدين بالضرورة، ماشي كنقراوها في المدرسة ولا الجامعة، لا، كنورتوها. كيما كتورت الدارجة ديالك العامية باش كتكلم واللغة المحلية ديالك باش كتكلم، كتورت كثير من حقائق الإسلام المتواترة. التواتر العملي، كنتكلموش على الأحاديث دابا، على الأحكام، خليك من اللي كيخدم بالعلوم الشرعية، دعك من التواتر اللفظي للأحاديث، هذا تواتر الأحكام اللي كتسمى كليات الإسلام. الأمهات والجدات والفلاحين والعمال والناس اللي عمرهم ما قرأوا في المدرسة ولا كتبوا كتابا ولا خطوه بأيمانهم، كيعرفوا حقائق الإسلام ضرورية. الإجماع الشعبي العام المتوارث من زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة التابعين الملايين، شي الآلاف، الملايين
نقلوا أحكام الشريعة المتواترة عمليا. كون في صلوات خمس هذه تحتاج لها الآية ولا حديث؟ لا ما تحتاج. إيه الصلاة خمسة ما تحتاج لها الآية ولا حديث. الصلاة خمسة راها في المجتمع، راها في المجتمع، يعني تورتنا حتى اللي ما كيصليش وارتها، وارت بأن الصلاة خمسة ما كيعرفهاش، كونه مسلم علامة استفهام، هذه مصيبة. فلذلك أصول الإسلام العملية، بني الإسلام على خمسين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. مستحيل يقول لي شي مسلم كاين في الكرة الأرضية ما كيعرفهمش هادو التفاصيل ديالهم، يغلط، عنده الحق يغلط في الصلاة، عنده الحق يغلط في الصيام، في الحج، في كل شيء يغلط فيه، ولكن كون الصلاة واجبة ما عندوش الحق يغلط، كون الصيام واجب ما عندوش الحق يغلط. هذه كتسمى أمهات الفضائل. كاين عندنا المقابل ديالها أمهات الرذائل، يعني ديك الكبائر الكبيرة، الشرك بالله، يعبد حجرة ويعبد شجرة، الشرك بالله، والزنا، والخمر، والربا، ما عندوش الحق ما يعرفهمش، ما عندوش الحق ما يعرفهمش بأنهم حرام. يغلط في طريقة التعامل معهم، يعصى الله فيهم، يمكن نطلب الله العافية أنا وأنت، كل بلد معرض للمعصية، ولكن يقول لي ما حرمش، هذا ماشي، هذا أنا قلت واحد في اثنين، إما إسلام فيه نظر، إما شيطان والعياذ بالله. فلذلك هذا الشيء جبدوا لي ذاك النسخ ديال تحريم الخمر، لأنه بديت نسمعه شي واحدين كيجادلوا الخمر حرام ما حرام. وصلنا دابا يعني الحد الأدنى، صافي، يعني أنا هبطوا من تحت الصفر. فرق كبير بين شخصين يشربوا الخمر، يشرب الخمر ولكن كيقول معصية، وتقول له عليها يقول لك الله يعفو علينا، نطلب الله يعفو علينا وعليه، هذا مسلم، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يغفر له. وما تدري، ما تدري، يمكن ربي تعالى يديروا في منازل عليا، ما تدري العاقبة ديالو بيد الله سبحانه وتعالى، ديالي وديالك وديال المؤمنين كامل. ولكن واحد يشربها ولا ما كيشربهاش وينكر تحريمها، شتي واحد ما كيشربهاش وكيقول لك ما حرامش، أخطر عند الله من المدمن ما كيفيقش وكيقول الله يتوب عليه، لأن الذي أنكر تحريمها إن اعتقد ذلك جازما فقد كفر بالله. والآخر عاصي، الآخر عاصي ترجى له التوبة، هو من يمنع توبة الله على العصاة؟ شكون اللي بيده؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عاصي بني إسرائيل قتل 99 روح وكمل ب100، فكان من أهل الجنة من بعد أن علم الله أن قلبه فعلا قد صادقه في طلب التوبة والمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت مقر بأنك مذنب وما راضيش على رأسك، ما عجبكش الحال، أما أنت في الخطيئة وتتبجح وكتفخم على عباد الله بالخطيئة وتسخر من التوابين وتسخر من المتطهرين، هذا القول أو الفعل معناه أنك تجحد، هذا جحود، كتجحد حقائق الإيمان. واحد الخطرة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه داروا سيدنا عمر والي على إقليم العراق، وذاك العراق كان فيه الفتنة من بكري سبحان الله، رضي ما عبر التاريخ ما عمره مصفى إلى يوم الناس، الله يكشف علينا وعليهم الغمة المسلمين أجمعين. ويقبط واحد سكيرية مجموعة ديال الشباب شربوا الخمر، بدأوا كيتناقشوا معاه في الحكم ديال التحريم، بغى يطبق عليهم الحد، وحلوه. ومشهور على أبي موسى أنه كان رجل لبيب وكان رجل رباني، فيه ربانية وفيه رقة، يعني فيه العطف، من أهل القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وحلوه، يعني على الأقل جاتو شوبها، شكوه في الأمور ديالو عنده يكون غلط، ويكتب لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه كيستشكلوا، لأن سيدنا عمر كان هو أمير الدولة أنايدين، هو الأمير المؤمنين ديال الوقت، وكان قاضي سيدنا عمر، يعني الصنعة ديال القضاء كانت عنده وارتها من أبوه، لأنه ذكرت مرارا أن القضاء ماشي غير علم وصنعة، خبرة يعني، صنعة قضاء، وكان أبوه قاضي في الجاهلية، لأن الخطاب ما درك شيء الإسلام، كان قاضي، وسيدنا عمر ورث ديك الحرفة ديال القضاء، ولما سلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كيعطيه يقضي في زمانه، يعني في حياته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحيل عليه قضايا يقضي فيها سيدنا عمر، وسيدنا محمد حي عليه الصلاة والسلام، لأن القضاء قلت صنعة حرفة. ومعروفة واحد الرسالة ديال سيدنا عمر في القضاء مشهورة، راه محققة كيدرسوها العلم، وصفتها نيت لأبو موسى الأشعري نفسه كيعلمه، لأن يعني هذه الحرفة ما كانتش عند أبي موسى الأشعري، مشهورة، فيها عبارة من بينها الفهمة فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، وقيسي الأمور على أشباهها إلى غير ذلك، زعما كيوري كيفاش يخدم الأمور القضائية. ومشهورة القاعدة ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، أي أن وزيرك تبدل إلى آخره. فلما جت الرسالة قرأها، وهو يجابه كان سيدنا عمر حاسم، قال له أما بعد، من بعد الحمد لله والثناء على الله، أما بعد فإن أقروا بتحريمها، هادو اللي شربوا الخمر قالوا ديرها حرام وشربناها، ولكن كيناقشوك غير في أمور أخرى،
يعني في جلدهم، يعني تحقق من الأمر وجلدهم دين لهم الحد. وإن أنكروا تحريمها فاقطع رؤوسهم، لأنهم أنكروا معلوم من الدين بالضرورة. هادو كيقولوا الإسلام ما فيش آية الخر، هذا المعنى ديالو، كتجحد أن الله حرم الخر، مع أنه منقول بالتواتر. أحمق أحمق اللي جالس يجادل الناس يبين لهم من الآية بأن الخمر حرام. أنا محتاج عدل الآية، الآية الآية الحقيقية، يعني كلها آيات، ولكن الآية الحقيقية هي الآية العملية. ما معنى الآية العملية؟ يعني بنادم أنا وأنت والآخر آيات، ما تحصرش الآيات آيات الله فقط في القرآن، آيات الله في القرآن وفي الكون وفي الأنفس وفي الآفاق، والذي يسميه القرآن بالسنن، السنن الاجتماعية، يعني سنن التاريخ وسنن الاجتماع، بحال قانون الجاذبية، تهز واحد العجلة ترميها لفوق غترجع، هذه آية، هذه آية. سنريهم آياتنا في الآفاق، ماشي تشوف القرآن طير في الهواء، لا، يعني تشوف حقائق الكون، آيات الله. ولذلك الإنسان نفسه آية من آيات الله، والعادات البشرية الراسخة آيات من آيات الله. فمن آيات الله، من آيات الله إجماع الخلق سلفهم وخلفهم على تحريم الخمر، هذه آية، وهي تفسر آية القرآن. لأن آية القرآن اللي بغيت تخدم بها في اللغة يمكن لك تلعب باللغة، اللغة يمكن لك تلعب باللغة، ولكن العادة والسنن الإلهية في التاريخ وفي الكون ما عندك ما تلعب بها. هو لعب بحجرة زوطها للسماء وخليها توقف، قوانين حتمية، السنن الاجتماعية، السنن يعني العادات اللي رسخت في المجتمع من الدين، لا تكون إلا آيات قطعية، ما كتحتملش الظن نهائيا، ما يمكن لك لا تأولها ولا تخمم فيها اطلاقا. ولهذا إجماع الناس على كون هذا تلقي تواترا عمليا عن رسول الله، ما عندكش الحق أن تتنكره ولا تأول به الآية. ولذلك الآية القرآنية تفهم في إجماع وتضافر الأحاديث، مئات الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة التي فاق إحصاؤها حد التواتر اللفظي بتحريم الخمر، ثم عمل الصحابة المجمع عليه اللي ما خالفوش ولا واحد، عمل الملايين، عمل الملايين بعدهم من الأمة. ويجي واحد في خر الزمان يبدأ يفهم لنا في الدين، يقول لنا لا هذه الآية كذا، يعني هذا مخالف المنطق العقل. دابا احنا نتكلموا يعني بالقوانين بحال قوانين الطبيعه، بحال قانون الجاذبيه. هلا واحد بغى خصو يقنعني بانه يعني الشمس ملي كتشرق راه يعني ما كديرش الضوء، يعني يمحني هذا في عقلي، كي ندير؟ ما استطيع ان اقبل هذا، غير ممكن. اذا اشرقت الشمس وما كاينش الموانع من السحب او غيرها، ما كاينش موانع، خص يجي الضوء بالسيف، يعني حتميه ارسال النور او حتميه تدفق الضوء من الشمس حتميه كونيه، لا تقبلوا الرد او النقد، لا تقبلوا هذا. ولهذا فعلا تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الزنا، هذا يكاد يكون عليه اجماع ماشي ديني، بشري. جيب لي هدو النصارى بشرط قلع منهم الاهواء، سيجمعون على أنها خبائث، خبائث، يعني العاقل الحصيف من غير المسلمين غادي يسمي الربا ظلم اقتصادي واجتماعي، ويسمي الزنا فاحشة، ويسمي السرقة خيانة، ويسمي الظلم ظلم، والعدل عدل. هما عارفين اللي هدو النصارى بأنهم ظلمة، ولكن شايفين الظلم بالنظر القصير ديالهم، شايفين مصلحتهم. كل مجرم مجرم إذا بقي فيه جرام ديال الإنسانية مازال ما مسخ اخترع، تحول من الأدمية إلى بهامية، راه ملي كيدير الخطيئه ديالو كيعرف بانه مجرم، كيف ما كتبغى تكون على الجريمه. يعني كاين الحق المطلق في الكون وكاين الباطل المطلق في الكون، اللي يعني يستند الى الفطره اللي خلق الله في بنادم، فطره سبحان الله العظيم. يعني كاين واحد الفطره، تصوروا واحد شيء عجيب جدا، الناس يعني يبغيو ياكلوا ديال الناس ويبغيو يظلموا، ولكن راه كاين واحد الوازع زعما اللي تامل بنادم، تاملوه وازع انه ما كيظلم وما كيتعدى وما كياخذ ديال الغير وما يدير جريمه الا في حالات شاذه، هو عنده حاله شاذه، هذيك حاله الشذوذ تكسر حينا لاسباب اجتماعيه واوضاع نفسيه وتربويه وتقل حينا اخر. ولذلك المجرم اللي كيقتل عباد الله، شي خطره تلقاه مهدن وتقرب لحدا ما ياذيكش، ما عندوش ديك اللحظه القانه ديال الجريمه، لانه في حاله وضعيه عاديه، هذيك الوضعيه العاديه ديالو. السبع الى شبع لا يفترس، ما كيقتلش السبع، تيجوع، يعني حتى كتكون عنده الحاجه البيولوجيه الطعام والشراب، ديك الساعه كيمشي يقلب على ما ياكل، لما يشبع الغزال دايز قدامه كيتفرج فيه. هذه راه خليقه ديال ربي دارها في بنادم. ولذلك مفاهيم الحق ومفاهيم الظلم ومفاهيم الباطل مفاهيم طبيعيه، الدين اشنو دار؟ الدين حماها
جاء قال لنا هذه أمور فطرية طبيعية، عندك تخسروا الطبيعة، عندك تخسروا الطبيعة. راه هادشي اللي جا يديروا عدم إفساد الطبيعة، عدم التدخل لتدمير قوانين الله في الطبيعة. هذا ودي يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. راه مازال ما جاش حكم التحريم، ولكن كيقول لك الوضعيه ديالها الطبيعيه راه ما تصلح لكمش، ما بغيتش تفهم راسك ولا حرام، من بعد عطاك الحكم. هذا هو النسخ، النسخ في نهايه المطاف باش نوصلوا، النسخ في نهايه المطاف تربيه الخلق، تربيه الخلق على التزام بالفطره، تربيه الخلق على الالتزام بالفطره، او بالاحرى على العوده الى الفطره. كل مولود يولد على الفطره، إذن طبيعة العوجة كتجي من بعد، أمر طارئ بتدخل الثقافة المنحرفة تاريخيا ثقافة انحرفت وكتجي تخسرنا. أما الأصل بندم أنه بندم قد توازن، كيعرف الحق ويعرف الباطل وكيعرف مصلحته. الدين إذن يقر الإنسان على الخير ويحذره من الشر، لأنه فعلا إلى ما نساجمش وانخارت مع أهل الحق ومع النور كيمكن يزيل. ولذلك يعني القرآن عاملة، الشريعة بصفة عامة، الكتاب والسنة عاملة معا، طبعا يتبعهما اجتهاد الفقهاء، على تربية الخلق على التزام الحق وعلى البقاء عليه والوفاء به لله. وهذه الفطرة اللي فطر الله تعالى بها بني آدم من بداية الخلق الأولى، فش الله سبحانه وتعالى بصم على القلوب ديالهم الإيمان، بصمة إلهية ربانية على قلوب العباد مبصومين على الخير وعلى الإيمان، والانحراف يأتي بعد. كل مولود يولد على الفطرة، وذلك قول الله جل وعلا قبل ذلك في القرآن الكريم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة إلهية، وكدير بلدي وكدير الطبيعة، طبيعة زينة مخيرة ما فيها العوجية للانحراف، حتى كيجي في سدها بندم كل شيء شد موضوع، كواكب النجوم الفضاءات المياه الأشجار الحيوانات، ربي مقد الشغل كامل، الأرزاق الأقدار، غير بنادم يدخل بالفهم العوجة دياله بالأنانية دياله كيف يخرب في الحيوان، يخرب في المياه، يخرب في الأسماك، يخرب في الأجواء العليا، في كل مكان مفسد حقيقة. والسبب الرئيس غواية الشيطان للإنسان بإخراجه عن مقتضى الفطرة، عن مقتضى الدين. النسخ أسلوب العلاج الشواذ، راه هذا هو المعنى ديال النسخ، أسلوب العلاج الشواذ ذو الحالة الشاذة في البشرية. الشاذ عنده شذوذ في مخه، يعني ما معنى شذوذ؟ انحرف على الفطرة، هسك ربي خلقوا عليها وطلقوا، شو يمشي بجوا زاغ مشى من هاد الجهة. إذن كيجيبوا ربي تعالى النسخ باش يردوا السكة وعاود يطلقوا يمشي. والمثال الشهير اللي ضربوا به الفقهاء غالبا هو الخمر، وكثير أشياء أخرى موجودة، لكن ضربوا به المثال لأنه سهل ومعروف عند الناس بزاف. مدرسي لما جاء القرآن كينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب لقى العرب مسخو، ما بقوش في الطبيعة الآدمية في شحال من حاجة، كما هي كثير من المجتمعات اليوم، واحد العدد ديال الأشياء الناس فيها مسخو، والحق ولا فيها باطل، والباطل ولا فيها حق، مع الأسف. فإذا هاد الناس اللي مسخو يعني راه كيبدا اللي وقع له انحراف في مخه في المفاهيم ديالو، كيبدا يتصور راه على الحق. إذن باش تفهموا بلي راه على الباطل وتحولوا من داك الباطل ديالو وتردوا للحق، خصو علاج بهاد العباره بالضبط، علاج راه ماشي فهمه، ما خصوش يفهم، يعني من بعد ما يفهم ما يتحول لكش، خصك تداوي. فلذلك القران كان بإزاء احتمالين، يعني الله تعالى لما بدا ينزل القران على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في العرب اللي ها هما كيسلموا بعضهم يسلم، سبق في علم الله ابتداء أن الخمر ستكون محرمة، يعني غلط اللي كيقول ربي أباح الخمر وحرمها، أبدا عمرو ما كاين، لم يحدث قط في كتاب الله وسنة رسول الله أن الله جل وعلا أباح الخمر ولو لليلة واحدة، ما تقلش هذه العبارة ديال إباحة الخمر، ولكن العلم الشرعي كيقول سكت عنها، وفرق كبير بين المسكوت عنه وبين المباح. واحد الحاجة سكت عليها، ماشي قلت لك راها زينة سكت، هذه ماشي إباحة، هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه يسمى عفو، زعما راك تشرب الخمر وراني مضرق عليك، يعني الله يسامح، ماشي حلال سميتها الله يسامح، زعما راه ذنب وراه مغفور، حتى يجي الحكم راه دقيق بحال الشعرة، معفو عنه أو مسكوت عنه شيء ومباح شيء آخر.
مباح زعما راه في الداني دير اللي بغيت فيه، عمر ربي تعالى سبحانه وتعالى. ما ثبت ان القران صرح ولا اشار، حتى الاشاره ما تعطيلكش اللغه القرانيه، ولا اشار باباحه الخمر بالاباحه، وانما كلها التعابير، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يسالونك عن الخمر، كلها يعني تكاد تصرح بتحريمها، ولكن ما صرحت فسكتت عن التحريم وارجعت التحريم الى حين حتى يطيب الايمان في قلوب الناس. جوج احتمالات كاينين، يا اما ان الله تعالى يحرمها ابتداء من الضربه الاولى، الخمر حرام، اللي بغى يدخل الاسلام راه يدخل، راه الخمر حرام ولا ما يدخلش، زعما صعيبه على الله سبحانه، ما يدخلوش، جهنم واسعه واسعه جهنم، طلب الله السلامه والعافيه والا يقربنا منها بقول او بعمل. ولذلك قال من بعد الايه، انتبهوا لهذا المعنى، هذا الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، زعما راه بعجزه سبحانه باش دار لكم هذا التخفيف، لا ليس بعجزه، قادر باش دخل كل شيء لجهنم، لكن سميتو الرحمن الرحيم، من صفاته ورحمتي سبقت غضبي، نقدم الرحمة حتى ما تبغيوش الرحمة، وديك الساعة كاين الأخرى نعوذ بالله منها. فلهذا بما أن الله رحمته وسعت كل شيء سابق على كل شيء، تناول تعامله مع العباد باللطف والرحمة، وهو الاحتمال الثاني، ما يحرمهاش من البداية، وإنما يعالج هاد المرضى اللي خرجوا من الطبيعة الآدمية الفطرية ونحارفوا في الدماغ ديالهم والفهم ديالهم للحقائق وفي السلوك ديالهم، وصاروا يشربون الخمرة لأنه لا يشرب الخمرة إلا منحرف في الطبيعة من زمان، الآن لا يشرب الخمرة إلا شي واحد اللي عنده شذوذ في مخه، شذوذ في مخه وشذوذ في حياته، يعني راه كونه بنادم ما بقاتش عادية، يعني الفطرة، خليك من الدين، دعك من الدين، كنتكلموش بالدين الآن، كنتكلموا بالمنطق الآدمي البشري، يعني الرجل تبارك الله تشوفه بكوستيمو بكرافاتو يخلعك وفي الليل غادي على يدي ورجليه، يعني شي غريب والله كتشوفها، ولما تلقاه الصباح أم قرفط ناضي تقول أبدا واش هذا هو ديال البارح، هذا شذوذ، هذا اسمح لي، خلينا من الدين، هذا ماشي بنادم، هذا عنده شي حاجة ماشي طبيعية. فلذلك فعلا هاد الصورة الغريبة صورة غير آدمية، ماشي ديال بنادم، ديال الحيوانات، ديال البهائم، سميها ما بغيت إلا بنادم. ولذلك الله تعالى نزل القرآن على من على بنادم، وحتى يلقى بنادم عاد يحرم عليه الخمر، مازال ما عندوش بنادم ديك اللحظة، هذيك اللحظة عنده واحد بنادم معوج، خصو يردو بنادم، باش يردو بنادم يعالجو، اش الوسيلة؟ النسخ، النسخ، بدا يربيه شوية بشوية، هو باغي يطلعو لواحد الدرجة السبعة، ما قالوش راه عندك الدرجة السبعة، عندك غير واحد الدرجة، في الأول قال له طلع هاد الدرجة، جاتو سهلة طلع لك، وقال له طلع الدرجة السبعة، ما يضربش الضربة، طلع غير الدرجة الأولى، ارتاح مع راسه، تقول له هو طلع الدرجة الثانية، شوية عاود عام عامين، الثالثة، تلقى راسه السبعة، بدا يتعجب هو من راسه، واش أنا هو أنا؟ وشحال من واحد الآن كيوقع له هذا الشيء، لما كيكتب الله تعالى الهداية، فيهتدي الدنيا تعجب من نفسه كيف تاب الله عليه، عالجوا الله، كيفاش تاب عليه الله؟ عالجوا الله، دواه، وأخرجه من الظلمة النور، وأعاده إلى فطرته، راه ردوا بندم، عاد ولا مؤمن، ردوا بندم، عاد ولا مؤمن، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ما بقاش بندم، هذا هو النسخ. النسخ حكمة ربانية، ما كاينش شي نعمة في التشريع بحاله، ولو أن أهل الفضل وأهل العلم استفادوا اليوم من هذا لكان تعاملهم مع الخلق ألطف بكثير. هذا هو المشاكل ديال الدعوة الآن، كتلقى واحد كينفر الناس، واحد كيقرب الناس، السبب هو فهم هذه السنن، الموازين القرآنية، ربي لطيف حليم، حتى الإنسان اللي عاصي الآن خصك تكون معه لطيف حليم، وقرب وعالج وعاد تعطيه الدين، العلاج سبب رئيس لتمكين الدين من قلوب عباد الله عز وجل، وهذا الخدمة ديال رب العالمين سبحانه وتعالى، وبدأ يعالج في هذوك الجهال ديال العرب حتى ردوا مقدين بنادم، عاد قال لهم وراء الخمر حرام ما تعودوش تضروا بها. وشرب بعض الصحابة الخمرة زمن ما قبل الهجرة 13 سنة وسنوات من ما بعد الهجرة، وحدثت غرائب وعجائب من صحابة سميت ديالهم كبار سبحان الله العظيم، شربوا الخمرة في زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن راه كيعالج فيهم، كيقد لهم داك الانحرافات الفطرية اللي خلاتها فيهم الجاهلية، راه يحسن عوانهم تراث كبير من الجاهلية ورثوه، والقرآن نزل بالرحمة وبالشفاء للمؤمنين. ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها، لمن لكم لنا بخير منها أو مثلها،
إما مثل ديالها في الحكم ولكن بعد علاج، أو خير منها في النتيجة والحكم ولكن بعد علاج. ولا ينبغي أن تتوهم أن الله عجز عن هذا أو سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.